روحنا روح صور صور. انا ابو عباس مين يعبر لي؟ هذا صيد اليوم بعدنا بداية الصيد لحد الآن ما صدنا بعد. طبعا اليوم سفرتنا كانت كلش حلوة، خرجنا من أجواء المغامرات، اليوم التجأنا إلى سفرة الصيد. طبعا الصيد الطيور الدراج، ومثل ما تشوفون باقي التفاصيل. توكل على الله. توكل على الله. في احد ولا ما في احد؟ خلينا هي خلنا هسه جبت سكينة قبل لا يموت قبل لا يموت ها عاش ايدك فاضل ويدك طبعا هذا صيد اليوم شوفوا صيد اليوم يلا يلا ويدك العاشي يلا عاشت ايدك هاي سوي تشريبه حطوا اذنك لا حط خليه خواتك يلا عيني يلا
يلا يلا حتى ورانا يطلع ما اشوف انا ارجع ارجع لورا شويه لورا شعره مو هو بس اللي اشوفه شوي ارجع بعد شويه شعره 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 ارجع اي مكان مكان بس خليني اشوفه هسه يجي هسه يجي هسه يجي طفي طفي شوف انت على وراك قاعد قاعد هو هذا ضربه وين غير انت سلم تبيع عادي غير ضربه هو يركب ركب كنا على السيارة بس ما تبغى روح مع عباس روح نرجع روح على كيفك زعلان روح سير سير امشي يجي ورانا يجي يجي هسه برجع تروح وترجع يطلع شوي روح له روح تفضل تفضل انا مع عباس مين يعبر لي؟ مين يعبر لي؟ مين يعبر لي؟ لا صاحب موت مين يعبر لي شو؟ ايه وهذا عبر لي شبيك بس عفي ابو زيد عفي وقت تخرج عسي يعبر لي راح يموت اوكي ما تخاف حتى لو ما اجيب هنا فيه بس بلاك شوف تصعد هنا ولا شوف تصعده شوف تصعده او قبل ما تزرقه فوق يتشلب يتشلب بالزرع ويني؟ باكله ما من منها؟ لا لا ما من منها استاذ فاضل اليوم شلون الصيد استاذ فاضل؟ والله اليوم الصيد عال العال الاجواء حلوه طار الدراجة يعني موجود هواي كلش هواي موجود هنا كلش هواي موجود عند المكانة يمك لقوه ها ميت جيب حضور جبت يابا نعم يا عباس المغامر يا جابه برشه جابه جابه برشه بطل والله بطل 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 هاكم وبالنهار ايه طلع يلا يلا عاشت ايدك عاشت ايدك شمره شمره هو بطريقه عاشت ايدك روح على كيفك على كيفك على كيفك
هذا يمك هذا جو يم رجلك. ايه هذا ابو عباس. عاش تديكم هذا صيد اليوم بعدنا بداية الصيد، لحد الان ما صدنا بعدنا مستمرين بالصيد. طبعا الصوت كله شوية اليوم ويا ابو رشيد العابد ويا ابو رشيد. يا الله مستمرين بالصيد.
طبعا اليوم سفرتنا كانت كلش حلوه ويانا برفقتنا ابو رشيد وابو زيد والاخ فهد ابو هاشم. اهلا وسهلا بك. طبعا الاجواء هنا كلش حلوه. هاي المنطقه يعني شو اسمها المنطقه؟ منطقه الجوال. منطقه الجوال انتم هنا يعني هاي الارض لكم وش اسمها؟ ها هاي يعني هسه قريبه من الديوانيه لو بعيده؟ تقريبا 15 كيلو. اي بعد من هنا تطلع على الشارع الصيد هنا الدراج كذا شنو شلون؟ وضعها طيور كيف تجي اخوها الصيد؟ ها وانتم ما تصيدون يعني هنا؟ لا ما تصيدون مدري بعد. ها بس يعني اختصاصكم بس هاي بس. ماشي يلا. اي ابو زياد شلون كانت السفره؟ لا زينه كلش زينه. ابو رشيد كل زينه وروعه وخذنا الطيار اللي حصلناه كل الدقيق. سفره سعيده.